قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال ندوة نقاش في منتدى دافوس إن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ عقدين، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي جعلتها في أسفل أجندات البحث على مستوى العالم. وفي نفس الندوة دعا شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى ترك الطرفين لوحدهما والسماح لهما ببدء مفاوضات مباشرة، معربا عن اقتناعه بأنه يمكن الوصول إلى حل في هذا المجال. وكانت المفاوضات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في عام 2010. صحيح أن هنالك كما في الكون كله أشخاص عندهم أفكار متشددة، لكن معالجة هذا التشدد هو إخراجهم إلى الحياة وإلى الناس، تمنعهم، تدخلهم السجون، تحرمهم من حقوقهم، يزدادون تطرفا. سامحيني، تخرجهم إلى الواقع، تدعوهم إلى دافوس، يعني تدخلهم إلى البرلمان، يعني في البداية يبدأون بالتشدد، بعدين يشوفوا التشدد ما بينفع ويرجعوا يلقوا بأنه في تراثهم أبواب مفتوحة نحو الاعتدال. وهكذا كنا نحن، فلنقولها بصراحة، هكذا خليني أكمل يا أستاذ نادين، هكذا كنا نحن لما كنا شباب، كنا نتصور أن ولست أدري ماذا سوف نفعل. بعدين لما خرجنا للحياة وجدنا أن الوطن يحتاج إلى اعتدال ويحتاج إلى استيعاب ويحتاج إلى، واعتدلنا. لكن لا تبالغوا، أنا كلما جاءني واحد يمثل دولة أجنبية أو مؤسسة مالية أقول له كرئيس حكومة إذا مشكل عندك في الإدارة تأتيني أنا أوقع لك. شيء واحد أطلبه منكم، لا تضعوا الخمر على مائدتي، هل هذا تشدد أو تطرف؟ إذا أردتم أن نتغدى جميعا، ده كل واحد يريد يتغدى وحده، اشربوا ما بدلكم، لكن إذا تريدون أن نتغدى جميعا لا تضعوا الخمر على مائدتي. أستاذ عمر أخذ لك وقتك فبعتذر منك لأنه انتهى وقت الجلسة، فنحن هون لحظة في كلمة أنت قلتيها، كلمة واحدة بس، كلمة أنت قلتيها في سؤالك له، بس على الميكروفون نسمعك، أنه هناك ناس وجوه قديمة في حكومته. لا تنسي أن هناك تيار وطني مستمر عابر للعهود، التيار الوطني مهم مع الثورة، التيار الثوري والتيار الوطني يجب أن يختلطا وإلا يحدث خلل. ونحن اختلطنا في الماضي. ده تمام. أنا أشكر كل المتحدثين معنا، شكرا جزيلا لكم، و thank you very much for attending this session. Thanks a lot. يلا. هناك تيار وطني مستمر عابر للعهود، التيار الوطني مهم مع الثورة، التيار الثوري والتيار الوطني يجب أن يختلطا وإلا يحدث خلل.